خلاص انا قوت نفسي بس كذا ضيعت صاروخ. انا بطيح انا بطيح اصلا. اوكي قمت انا. الله صار كهرباء صار كهرباء الحين. هذا نفس البوكيمون اللي في المسلسل. طحت يعني ام القهر. لحظة عادل يا خلاص خلاص انا قوم في هيلينج وراك اذا احتجته يعني. لما يحاولوا ان تجرون في المنطقة عشان ما يصيدكم شيء. هو وين اصلا؟ هذا حول كهرب كهربني. قال كيف كهربني يا اخي؟ اوه شوف هذا الحيوان هنا كيف طيحني؟ استخدموا شيء لا اثر يا شباب. نار اي شيء عندكم؟ ما عندنا شيء. بعدكم ولا شيء لا اثر؟ نار عندي لا. بس انه ما اقدر شو اسمه اضربه بالنار اذا تحول شيء اي شيء غير النار. ما عندي غير نار انا. قمت هلا افرغ رصاص اللي عندي دم ما حد بيقدر يقومني. جايين والله انا عندي جرينيد. اوه طحت معاك انا. اعطاني كريت. اقتل الكلب. ما باقي له شيء ترى ما باقي له شيء. افا لا انا منتهي اصلا فقاعد افرغ رصاص فيه اللي عندي. قومتك؟ خلاص قمت. اوكي كويس. لا قمت انا. كويس. في هيلث هنا. والله في رصاص سنايبر واجد. اي لازم انك تذبح انت ابراهيم السنايبر. والله السنايبر معلق يقول لك كله جنبه. كله جنبه سبق. استعبت وانا اسبق بس لازم يوقف وما في الا كذا. اوه جبته. شكله بيدور علي. هذا ناوي علي. انا مشكلة ما عندي امو في ال. اوه في هيلث يطيح قاعد. صار شو اسمه صار تحول اخضر ما اقدر ما راح اقدر اسوي له شيء. قاعد استعمل إيه نار. هذا السم قاعد استعمل نار الاخضر سم صح؟ ايه قاعد استعمل نار ضده الحين. الله كنا طلع ريحه خايسه عليك. وكل شوي قاعد يزيد يا اخي هلثه ولا؟ تو نزلناه الى ما ادري كم. كان يزيد كان ربع. صح زاد. اتوقع لازم لما ينزل نعطيه القاضية. ايه مشكلة انا ما معي جرينيدز يا اخي. جرينيدز حقتي قوية مرة هي الصناديق رجعت زي ما كانت. ايوه هذا ونزل نزل جهز. لا ما نزل الا نزل. كمان بغير لما اعطيه ينزل. لا ما يغير ابراهيم. كم سوى علينا يا حيوان. صح كيف احد يقدر يقومني صح؟ دقيقه انا ما اقدر اسوي ولا شيء. اوه ايش اخبرك علي؟ بعير مو بطير. طيب اوكي ما في هذا مكان اشتري فيه امو. والله ما اتوقع. لا قوي. شوف كيف طيرني. طحت. شت والله جاين بقدر اقوم نفسي اتوقع. اصبر بقدر اقوم نفسي اتوقع. لا تتوقع خليني اقومك بس. اي قومني بس. يلا قبل يشيلوني. خلاص انا بموت الحين. سممت. في احد يقومني شلون؟ تحت معه. قاعد اقومك ابراهيم. بيجينا الحين رويسي. قاعد اقومك. ما حد قاعد يقومني. قومتك الا قومت شو اسمه؟ جاكم رويسي. وين الحيوان؟ يا اخي عنده لاقى اكثر ما اقدر اسوي له شيء انا. سلاحي نفس النوع ال للحين ما نزل. باقي له شوي. يا الله زوى علي ذبحني خلاص. زوى علي مات ولا شوف قاعد يطيح اشياء. تحت لي واحد انا. قومني ابراهيم.
قوم ما يبغى ما يصير خليني اوخر لحظه اصبر 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 جايك عادل جاب يا اخي اصبر اصبر قد قومك ابراهيم طيب شوف شغلك معي يلا باقي له شويه ترى طول ما انا باقي له شويه باقي مع الاخضر انا ما اقدر اسوي له شيء اوكي اوكي خلاص كان صح ما خلاص تعوى خلاص 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 ما شاء الله يطيح على قلع خذ حيوان قلع شوف للحين تقدر تضربه ايه ايش تاخذه اي خذ شيء من عنده ودي اعرف ايش طيح ايش بيطيح الله الله بيفد بيفد ربعد بال طيحني كيف انا طيح يا شيخ واحد يقومني كيف انا اللي بعيد عنه تاثرت انت ما تاثرتوا كريبر طائر طيب شو ما قاعد يقومك لا لا قوم ما طيح شيء هذا اي ما طيح شيء الغبي المفروض يطيح شيء يا اخي اما تذبح اللي يطيرون هناك يطلعون بيزات على الاقل من جد ما في شيء هنا ندخل منه قاعد ادور رصاص انا اصلا انا نفس الشيء ادور سنايبر طيب وين دقيقه وين طريقنا خلينا نشوف لازم نروح اوه لازم نرجع لنفس طريقنا ولا يا رب يكون ما في حد لا لا في بوابه انا اشوف من هنا من هنا ايوه اللي انت رايح لها اوه في اسلحه شاتجن ابغى شاتجن هذا مو بشاتجن وهذا مو بشاتجن ما ابغى برمي سلاح اذا في شيء اخذه خلوا لي اياه وش ذا يا ليل التبن مع الاسلحه الغبيه ليش ابراهيم يا اخي ابغى ثاني ابغى صح كله بس 145 193 132 عبت في ذولي ما في مكان هنا اتوقع بلاقي لي شيء شات جن اوه نايس لحظه ابغى شيء انا باخذ الشات جن ابي ها 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 انا بوصل 19 الحين ما عندي سلاح ثاني طيب ما في شيء يبيع اشتري يبغى رصاص ما في لسه طيب طريقنا صح رصاص سنايبر خلقه ليش لما يعصب يشغل المايك حتى يعني هو هذا جاء اي ما يعصب بهدوء هذا وين الحين من هنا ننزل شوف رجعنا نفس الشيء اي نفس الطريق نرجع اهم شيء هذه حقت اللودينج صح عشان ذمتنا اي اتوقع في لودينج ما في ولا شيء حق سنايبر يا الله ايش هالكريهين دول امش لا لا خلاص صرنا قوية خلاص هي قوية مع مين يا ابوي ايش قوية امش قوية مين انتهى دمنا الدل في شيء حق الاساسن هنا ابراهيم ما بي شيء ابغى بس يعطيك ملي دامج ما ابغى ملي دامج ما استخدم ملي دامج انا لانك ما تستخدم اصلا الابيلتي حقي شوف يساعدونا هم يساعدونا فوق شوف اي عارف انا شو اللي صار ليش يساعدونا الحين ما ادري والله تصدق والله هذول كنا هكرنا عليهم احنا ما ندري يمكن في اسلحه خربوطيه ابغى ابيع انا ابغى ابيع يا اخي انا نفس الشيء ابغى ابيع تعال خلاص وصلنا عند الثلاجه حق لاما ثلاجه صح نفس الشيء نفس شكل الثلاجه حق بيبسي مالك ترى تبين ربعك واصدقائك عادي عادي ما قال شيء طيب هو اصلا وين هنا او هذه الثلاجه صح ايش في عندك ثلاجه حقتك خلينا نبيع انا ما ابغى ان شاء الله ابراهيم ما ياخذ كل المكان عشان نقدر ندخل نبيع كيفي محل ابوكو هذا سل طيب 1200 ما تصلح لي هذا الله يسلمك
فارد على 200 هذا ما نبيه. هذا خربوطي فيلي دامج ببيعه ما بي. نيد هذه ما نبيها. اوكي خلنا نروح اخذ الاسلحه عشان ارجع ابيع. والله صدق ها لهالدرجه حلوه. تعال شوف لا بس في اسلحه كويسه يا ابراهيم يعني في الارض فحرام ما اشيل. روح حلوه شوي. اتوقع انها راحت اصلا او لا هذيك. اشريت لي درع 900 900 حاشرك كاني صح؟ اه اوكي اطلع اطلع. خلي اشوف اللي عندي انا. اللي عندي 1000 وشي. اوه لا عندي واحد ما قاعد استخدمه الظاهر 1000 وشي. اي عندي واحد 1000 وزيادة بس نزل الهيلث عندي مو مشكلة. مين يطلق علي؟ خلينا انا قاعد انهار اقول مين ايش دعوة يعني ما قاعد اسوي شيء. ما فضينا المكان. شوف شو تسوي المشكلة. لا ايش اللي استغربت منه انه الهيلث يعني ما قاعد ينقص ايش السالفة؟ جاهزين؟ اصبر اصبر جاهزين يبقى لحظة خلني ابيع اللي عندي انا. ترى احنا الحين مهمتنا هذه كلها عشان والي تدري؟ والي؟ لا آه بعد تبدي والي اكبر نصاب هذا يا اخي صديقي لا ما ارضى اتكلم عليه حتى لو ينصب علينا. له رجال خليه معانا. لا لا تعبان مسخن ومسخن. مسخن مسخن. طيب هذا سلاح مش بطال. شوتجن مش بطال. ترى عندي فلوس واجد متوهق فيها ما بعرف ايش اسوي. طيب اصبر اصبر خلينا نشوف الريلك هذا. انا عندي ريلك صح عندي سنايبرين 90 90 وين الفاير ريت؟ مجازين 6 مجازين 6 هذا خلينا نبيعه. كل الشيلدز ليفل شو اسمه؟ ليفل هذا ما عدا 19 اي ما عدا واحد هنا ليفل ما ادري كم. ها يلا نمشي يلا يلا انا باقي لي نقطة واصير 20. لا انا باقي لي والله واجد شكله يبي فوق النص. ثلاث انا ثلاثة ونص توني معدي النص احس. ثلاثة ونص تعال برضه توني معدي النص. ضرنا وياك قاعد نمشي مع نفس الشيء ابراهيم بس انا احسن منك. اي اي طبعا طبعا انا رهيب طبعا طبعا اكيد. شكرا 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 اكيد اكيد. ما حد يبغى يفتح صندوق؟ انت افتح انت معك مفتاح افتح. لا 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 مفتاحي غير انا افتح انا انا عندي. وين الاهبل اللي بيع اللي بيع باليوريم يورانيوم ما ادري وش يسمونه يورانيوم. ما هو هذا؟ هذاك يمكن اعتزل موجود اشوفه ولا لا موجود؟ لازم يكون موجود. موجود موجود هذا عندي موجود قدامي. اوكي بروح حق اللي عند الاسلحه بعد. اتوقع انه لاقي عنده شيء جيد. انتم قعدوا سووا اللي تبونه بروح اسلم المهمه. اي انت روح سلم مهمتك. هذا يجيب اشياء جيده. لا تعليق ما عندك سالفه. والله ما عندي الا ضعوي. حاط لي اسلحه خربوطيه زي وجهه. هنا ايش عندهم؟ جاستن بيبر للحين ميت. الحين ميت؟ طيب اعطاني اعطاني شيء. اول ما سلمت المهمة صرت ليفل 20. وين ال اوه لفلت انت؟ الظريف اللي نقدر نشتري منه. طيب هنروح قبل نروح المهمة بشيك على شيء بس. الاسلحة كلها خربوطية بعد. تعبنا مع الاسلحة الخربوطية ذي. كم معك ابراهيم؟ كنت ما جاب اسلحة جديدة؟ فلوس؟
عندي خير عندي خير. ما يبي يقول عرفت عشان ما نحسده يعني. عندي واجد عندي واجد فوق ال 12000. انا فتحت الله 12000 ما شاء الله. ايه عندي فوق ال 12. ابي هذاك الاخ الرهيب اللي تشتري من عنده شنطه، ازيد الشنطه حقتي يا اخي. انا فتحت سكن بس ما ادري وشو. في هنا محل انا ادور عليه يا اخو. راح بشتري رصاص حق السنايبر انا كذا ما يصلح. وين راح؟ صرنا ازرق. يلا يصير تعطيني هذا ايرين ايرينيوم. دقيقه خليني بحط اغراض في في الصندوق الكبير حقي في الخزنه. بلعب قمار. حد يبغى يجي؟ روح العب قمار لحالك يا ابو تخرب المجتمع. احنا طلع لي سنايبر يحضرون مقطعك بعدين. والله عندي فلوس متوهق فيها شو اسوي؟ ها فلوس متوهق فيها تروح تلعب قمار؟ والله في اشياء قاعد تطلع لي هنا. اسلحه ببيعها. يلا انا بجرب حظي بس مره. في في سلاح طاح هنا. في سنايبر بعد اذا تبيه. ما ابغي سنايبر. يلا بجرب حظي. اوه اصبر يا اخي. خذ اللي يطلع. يطلع شيء شباب. يلا. اوف اوف. نيد طلعت. كم كم والله. كم قاعد؟ 200 وشيء. بل 200 300 تقريبا. اوف فلوس. اخذتها. فلوسي. يلا انا بلعب يلا. مرة فلوسي. انا انسان انسان اقتصادي ما بلعب اكثر عن مرة. وطلع لي شات جان بس معفن. اقول اقول فلست اقول بقى عندي 9000. يلا مشينا. تعال تعال ابراهيم هذه تبيع فينتو. ف تبيع ايش؟ اوه ليش اشتغلت؟ قلت لك يلا بس مشينا. افا بروح ابيع الاغراض اللي عندي. خلاص لقطها راحت عليك. بيعهم هنا. لحظه 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 اغلى هنا ترى. خلينا نبيع. زدت الرصاص حق الشوتجن حق السنايبر.